عندي تسجيل هون واحدين من القوم الاخرين يقولوا عنهم انهم تبي تسارينا. ماركم سمعتوا عنهم شارينا شارينا عندنا، ما هم شارينا عند الغزواني بين اللي معينه غلط، ولو لا يعود شارينا عند رئيس الحزب. عرفوا النص شارينا عندنا لا ولا اسود هو ولا هم اللي كلا معناها عن وما قالوها. انا ما قلت لك التسجيل وعندي معناها عنهم ما مقرر قابلين حد. احنا الصح ما نكلوا على رؤوسنا في كرمسين بين اللي معانا الناس، ما نكلوا على رؤوسنا ولا حد يحانينا. احنا نكروه راهم بقمانكم، راه والكم هو اسمه وش قال اسمه قاعد تبارك الله كبير بيت الله بيت الله بيت الله منيزه ما بقى حد ما بقى حد ما زابر معاه يكون تميت قاعد هون في الدار. اني جاني احمد سالم الحبيب وقال لي بيت الله يدور يزابر معايا نختارك تعود حاضر. قلت له كان هو انت الله ما نحرك منهم. مشيت معاه وجبرت معاه وقلت له ياكل عندي. جات جماعه من هالكرمسين حمود واللبو وشدوا معها الاخبار. منين قالوا الحقيقه قالوا انتوما لا مشيكم هناك. انا والله ماني عارف بيه ولا نمشيهم. معناها عنه ما فات قاعده موقفه عاد واقع. ومنين جفا ومنين جفا احنا قعود. قال لي قلت له انت يا طاق تقيس يا طاق تجي البلديات احنا شفنا الوفود كامل واللي مشاو ما بقات بلديه ما جات. قال لنا احنا قال لنا ان نزول لعاصمه المقاطعه. ما هو ما قعد في عاصمه المقاطعه بطل قاسم وذاك اللي نادى تعرفوه ما نسامينه وهو اللي وقف من راسه وقال فلان هو الخالق وفلان الخالق. احنا ذو جماعات موالي مثلهم عليه من الكرمسين يا لو كنا نختار ناخذهم واحد واحد فهمت. الله يدني بات فهمت في هذه الاربعه يا قال جينا في البلد وقلنا له اللي قايلين انت ما نعرفش عاد يلقى اعدانا ويقول له ما عندهم لوائح. ومنين عندهم لوائح وباغي انا الحزب هو اللي قال له ما عندهم شو تروح لها هم طارحين لائحه من جابوا يا قال سيدي جبر من جابوا ذو هما اللي جابوا ذو هما شفت في الناس ما سمعت شفت قاطر